مدعاصيد وعدد من المغاربة يشنون هجوما خطيرا على المقاومة الفلسطينية. سمحوا لنا نطرح واحد السؤال على أحمد عاصيد وعدد من الناس مؤخرا. هذا سؤال زعما، واش بغيتوا تنوضوا العافية في المغرب؟ واش بغيتوا تشعلوا العافية في المغرب؟ أنا هذا سؤال زعما كنطرحه. واش بغيتوا تبلبلوا المغرب؟ لأن ما يجري اليوم من تصريحات بخصوص القضية الفلسطينية اللي عليها إجماع المغاربة شعبا وملكا، شعبا والمؤسسة الملكية إجماع على أن الفلسطينيين مظلومين، على أن الفلسطينيين يستحقوا حقوق ديالهم المشروعة، إلا بعض الأقليات، إلا بعض الخارجين عن الإطار والخارجين عن القانون والخارجين عن الإجماع الوطني. أنا عندي سؤال، علاش زعما هاد الخرجات في هذا الوقت؟ جريدة هيس بريس، جريدة هيس بريس المغربية التفتت إلى الأمازيغ وقالت ما الأمازيغ ما خرجوش أيدوا القضية الفلسطينية وما شاركوش في المسيرة، انتبهت إليهم أنهم لا يوجد. فهيس بريس في إطار يعني نقل المعلومات تواصلت مع الأمازيغ، الأمازيغ اللي هم خوتنا طبعا. أحمد عاصيد كيقول لهم، سمعوا المغاربة سمعوا يا الله، قال لك سيدي احنا كنرفضوا الانخراط في خطاب القومية العربية اللي كيعتبر فلسطين قضية العرب، كما تتحفظ احنا كأمازيغ كنتحفظوا على خطاب الإسلاميين حول فلسطين ونرفضه لأنه يعتبر الموضوع دينيا ويخلط بين اليهود وإسرائيل. وزاد موضحا الأمازيغ يعتبرون القضية الفلسطينية قضية سياسية إنسانية وليس لا عربية ولا إسلامية. وتابع المتحدث ذاته، شنو قال لهم عاصيد؟ قال هذا هو السبب الذي جعل الحركة الأمازيغ من 2002 كنتجنبوا المشاركة في مسيرات فلسطين اللي كتأطر أطرها شعارات العدل والإحسان واليسار القومي العربي. فمشكلتنا مع الإيديولوجية التي تقوم بتهريب القضية الفلسطينية وليس مع القضية ذاتها، كاشفا عدم قبول إمازيغ سمع من يقول خيبر خيبر يا يهود، لأن هذا استغلال لمسيرة فلسطين من أجل تمرير خطاب الكراهية الدينية لليهود. وزاد كما لا نقبل من يتحدث عن الدم العربي الذي يغلي في الرباط تضامنا مع فلسطين، لأن هذا أيضا ركوب على القضية لتمرير خطاب عنصري ضد المكونات الجوهرية للهوية الوطنية. أقول لك هذه القضية عصيد، أنا بخلاف كنتفقش مع الناس في واحد الفكرة. عدد من الناس يقولك عصيد محروق، ورقة محروقة، تقولي اللي قلتي كتعطيه عقيمة، هو كيعيش بهذا الشيء، هو كيبغي هذا الأضواء، هو تبغي تهضر عليه، هو رابح فيه، واخا تهاجمه واخا تبينه مواقفه تافهة واخا تديرو هو رابح. أنا أقول للناس هذا وجهة نظري، النقاش دائما إيجابي، المغاربة ناقشوا معك كلش، ثقوا فيا خوتي المغاربة. وجود أحمد عاصيد، وجود أحمد الشرعي بدك المقولة ديالو المستفزة ديال كلنا إسرائيليون، وجودهم فيه غنى للبلاد، وهذا هو سر تميز المغرب، وهذا واحد من الأسرار ديال ثمار هذه المملكة قوية رغم وجود عيوب ونقاط ضعف ومشاكل. عقلوا لهذه المعلومة، واحدة من نقاط القوة في هذه الدولة هو أنها قدرت كاين واحد التوازنات، هذه التوازنات اللي كانت هي اللي جنبتنا المصير ديال ليبيا، هي اللي جنبتنا المصير ديال عدد من البلدان وعدد من الدول. كاين واحد المنطق، وان كان احيانا كيطغى واحد العقل وكتقمع، ولكن سرعان ما اترجع الامور الى مجاري، لان اي دوله كيولي فيها خطاب واحد معناها الحرب الاهليه جايه. المغرب سر استمراره وسر قوته هو انه فيه واحد فيه التعدد، فيه واحد التعدد، فيه واحد النقاش، كاين ناس صاغرين على استمرار واحد التوازنات. وجود احمد الشرعي، وجود احمد عاصيد، وجود الاسلاميين، وجود القوميين، وجود اليساريين، وجود من هادشي كامل هو سر قوه المغرب، وخصنا نحافظوا على هاد التنوع. اذا السي عاصيد كنقول لك هادشي، انا ما كنتقلقش منك واخا غنكون شويه قاسي معك في الهضره. السي عاصيد، انا عندي واحد السؤال، علاش ملي كيكون شي اجماع ديال الامه كتخرج كتقبل الاجماع انت، انت ولا بعض من الاخوه، علاش كنلاحظك في عدد من المحطات وظيفتك هو الاجماع؟ كان الاجماع على الاسعار وعلى اخر واش خرجتي درتي لنا الطق؟ كان الاجماع بزاف د المرات كتخرج تصريحات كترول الدعوه، علاش كتلعب هذه الوظيفه؟ دابا عندنا اجماع ملكا وحكومه وشعبا، وتصور مؤسسه الملك محمد السادس
مؤسسة الملكية خرجت كتقول لك سيدي بأن فلسطين مظلومة وتوما اللي درتو وتوما اللي درتو. واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. الشعب قال، النخب قالت، المغاربة خرجوا بالملايين، واش عندهم الإحسان هذوك البشر هذوك هذوك الإحسان؟ واش هذوك هذوك القوميين واش هذوك اليسار القومي هذوك؟ شحال المغاربة؟ شحال كنت كنعرف أنا الناس؟ حنا خرجنا في المسيرة هذاك النهار، على ما تحسبنا أي كان دورنا الصحفي زيد وكاين حتى حسنا الوطن، مع من حنا اليسار القومي، حنا مع الإحسان، حنا مع الناس شحال؟ واخا اليسار القومي ما كانوش تما الناس النهج الديمقراطي فيها تحطهم؟ اليسار القومي العربي هذوك وما كانوش تما الناس مواطنين عادي هكا تتصبخهم بهذه الطريقه. غادي نتفاعل معك السي عصيد وغن زعما مؤلم هادشي اللي كتقول، نمشي معك وحده بواحد. كما تتحفظ على خطاب الاسلام حول فلسطين من خرجت في 20 فبراير قلبتي على الاسلاميين والعرب وكذا، شنو كان تما؟ كان شي وحده دير شي خطاب، وحده شي شعار، كلشي كان كيطرف على تما، اخطا بعض المرات شعارات كانت الكراهيه وديال الحب وديال الوطن وكلشي كان مرفوع تما، علاش ما فلتريتيش؟ علاش ما طرحتيش هذا السؤال؟ اليوم عاد ولا عندك هذا السؤال، العرب والاسلاميين، انا ما عرفتش السي عاصي وما تقلقش، علاش عندك هذا العداء للمسلمين؟ علاش؟ كلمسوا واخا انت كتغلفوا، انا كنلمسو كنحس عرق عنده مشكل مع عرق عنده مشكل مع دين سميتو الاسلام. كونك مثقف ما عنديش مشكل تكون عندك راي عندك، لا كاين فرق بين عندك حقد عندك وبين يكون عندك راي عندك تصور. كيبان كاين حقد ما فيه شك، عتقول لي شنو اعطيني نعطيك دليل قاطع انك تحقد على العرب وعلى المسلمين وعلى الاسلام؟ يعني الا كنت شي حقوقي وانت ضد الاعتداء وضد العنف خاص موقف كيبان هنا وهنا. يوميا الاسرائيليين كيقتلوا في الفلسطين يوميا داكشي اللي ما عجبكش في حماس كديروا اسرائيل شاك جور، وما عمرك ما دنتي اسرائيل، عمرك ما خرجتي بشي بلاغ ولا حياتي. ملي تكون اسرائيل كدير داكشي خلي العرب والمسلمين وجمع انت الاخوان ديالك وديروا مسيره في الرباط ضدك هذا ورفعوا الشعار اللي بغيتوا ضد وقولوا انها قضيه. علاش ما كنتش كتهضر؟ يوميا كاين القتل في الضفه الغربيه، كاين شي حماس في الضفه الغربيه كيقتلوا عباد الله الاسرائيليين، وعمرك ما هضرتي، لم تدين اي شخص. شيرين ابو عقله مالها؟ شنو درتي فيها؟ شنو قلتي عليها؟ حماس هذيك شيرين ابو عقله، محمد الدره، اطفال. شوفوا شنو قال هذا السيد، قال لك خطاب الاسلامي حول فلسطين وترفضه لانه يعتبر الموضوع دينيا ويخلط بين اليهود واسرائيل، وزاد الامازيغ يعتبرون القضيه الفلسطينيه قضيه سياسيه انسانيه وليست لا عربيه ولا اسلاميه. والقضيه الامازيغيه قضيه امازيغيه قضيه انسانيه، جميع القضيه قضيه، اي قضيه فيها الحق في الوجود، الحق في التعبير، الحق في اللغه، الحق كتولي قضايا انسانيه. اي استعمار هو قضايا انسانيه، هذه مساله ما عندناش. انت علاش باغي تجرد الناس من عروبتهم ولا من دينهم؟ احنا نخرجوا في مسيره، انت ترفع امازيغ قول انها قضيه انسانيه، وانا حداك تنقول انها قضيه عربيه، ولا اخر حداك تقول انها قضيه اسلاميه، الشغل هذاك فين حق؟ ياك انت كتقول ديمقراط علاش كتصادرنا؟ كتقول انت يا الاسلاميين كتقول العرب اجوا فكروا بحالي عاد نتلاقاو، علاش يفكروا بحالك؟ علاش عندك هذه الانانيه؟ قبل على بلادك كيما هو عربي ولا اسلامي، انت حقوقي انت ديمقراطي، حق الاختلاف، انت كتقول لهم خصك يقبلوا عليك كامازيغي وانت قبل عليهم كعرب. سيروا في مسيره، رفع الشعار اللي بغيتي، هذيك عا مسيره، هذاك ماشي حزب عندكم تصور. كيقول ما كيقول لي السير على حيده، السير على حيده والضرب معا، هذا مبدا. انت علاش انت كت شوف غنتلاقاو انا المفكر تيقول مع احترامي ليك السي احمد، دابا تنسمع المفكر احمد كيفاش كتفكر وكتقول هذه الفكره اللي عرفتي راه مهزله هذه. غنتلاقى معك في الشارع تتكون كتقول قضيه انسانيه، وراه الشارع راه واحد الفضاء هلامي، الشارع راه واحد الفضاء يتلاقى معك الملحد والامازيغ، ناس خارجه كتعبر على قضيه انسانيه، واحد كيعالجها بمشاعر عربيه، واحد كيعالجها بمشاعر كرديه، واحد كيعالجها بمشاعر، انت قلتي لهم لا وحدوا مشاعركم عاد شنو تلاقاو؟ واش انت السي احمد دابا كيقول لك مفكر ومثقف تفكر؟ هذا اسلوب داعشي في التفكير، فكروا بحالي ونخرجوا، اجوا معايا. قضيه انسانيه هذا على الزواق، دابا انت كتبرر علاش ما قدرتش دير موقف اسرائيل، وكتزوق الهضره، كون صادق قول انا كنكره المسلمين، انا كنكره العرب لاسباب لا نعرفها، هذه حقيقه السي احمد. هذه حقيقة لا ينكرها سوى جاحد. قضية سياسية إنسانية وليست عربية. ما معنى أنت تخرج دابا في لحظات الحرب وجالس كتشوش بهذه المواقف وكتهرس التعاطف
ديال عباد الله مع المقاومه جالس كتهرس وعن طريق حماس، نفس اللعبه اللي كدير انت كيدير واحد من عباد الله بحالك هنا، مخطط اسرائيلي مع واحد دوله الخليج ومخرج واحد عباد الله باش يختازلوا المقاومه في حماس، بحال ديك الزفزافي ومن معاه. شي واحد كيبغي كيقول دابا حراك مع الزفزافي ومن معاه، الخنفوري ومن معاه، سبع الليل ومن معاه، كيكون شي حاجه كتكون العنوان هو الزفزافي ومن معاه، سهل هذاك الحراك والشعار ومن معاه، بحال دابا حماس ومن معاها، هادشي مخطط كيدير له عباد وخدم عليه دابا عاصد وخدام عليه واحد عباد الله هنا في المغرب، كيناقشوا حماس حماس باش كيخول القضيه الفلسطينيه من حمولتها التاريخيه والانسانيه، ولكن هيهات ثم هيهات. وتابع المتحدث ذاته قال كان هذا هو السبب الذي يجعله الحركه منذ 2002 تتجنب المشاركه في مسيرات فلسطينيه تؤطر شعارات العدل والاحسان. واليسار القومي العربي، يسار القومي العداء والعداء، فمشكلتنا مع الايديولوجيات التي تقوم بتهريب القضيه الفلسطينيه وليس مع القضيه ذاتها، كاشفا عدم قبول امازيغ سماع من يقول ابعد ماشي امازيغ، عباش نكون معك واضح، انت لا تمثل امازيغ، كان امازيغ كنعرفوا من هذا الامر، احمد هو احمر راه امازيغ ماله منين جا؟ والنص ديال المغاربه اللي خرجوا في المسيره لحد نقدر نقول لك اكثر من النص كلهم امازيغ ذاك النهار، راه انت ماشي امازيغ الاستاذ. إما إسرائيل إما إسرائيل إما إسرائيل إما إسرائيل إما إمارات، خاص شي خط يتسمى إما إسرائيل إما إمارات ولا ما عرفت شنو غنبقى نقول شي هضرة. هذاك النص شي المسيرة ديال الحد النص فيها أمازيغ، هذوك أمازيغ دائما كانوا مع القضايا الإنسانية، كانوا دائما مع المظلوم. أنت ما عندك علاقة بالأمازيغ السي أحمد، ما تبقاش تقول، نقول لك بصدق بصدق، لأن تخرج دابا الناس القرطاس كينزل من كل وأنت خارج دابا بان لك حماس حيط القصير. حماس حماس كيفاش؟ كما لا نقبل نتحدث عن الدم العربي الذي يغلي في الرباط تضامنا مع فلسطين، لان هذا ايضا ركوب على القضيه تمن خطاب عنصري ضد المكونات الجوهريه للهويه الوطنيه. يا لطيف. نتفق على المبدا الذي هو رفض الاحتلال، اي انت كترفض الاحتلال، ونتفق على ان ما يحدث في غزه خرق لجميع الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بحمايه المدنيين في حاله المواجهات المسلحه، ومن هذا المنطلق نعتبر ما قامت به حماس من استهداف المدنيين. شوف 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 شتي قلت لك راه كدور الدور وكترجع الماكدور، عندك مشكل نفسي مع الاسلامي مع الاسلام. قال خرق وكذا وما نعتبرهم شتي الحماس. ما قامت به حماس من استهداف المدنيين وقتلهم واخذ بعضهم رهائن والتهديد بقتلهم وهم لا في الاسر ايضا. انا ما تنقولكش على ان الملك محمد السادس قال فكره بالضروره خصك تمشي وراه، عندك حريه التفكير، الملك يفكر في شكل وانت تفكر في شكل، انا معاك. حنا ماشي الملك محمد السادس قال هذا الموقف، حنا كنا المغاربه غنمشيو مع الموقف اللي قال الملك، لا نحترم موقف الملك، يقدر يكون عندك راي، ولكن ولكن مع ذلك اسمح لي نسولك. دابا المؤسسه الملكيه، دابا انت اللي داير هذا الموقف، حال زعما دير هذا الموقف ديالك تمشي لحماس حم. ياك المؤسسه الملكيه عندها اجهزه وعندها معطيات وعندها علاقات مع اسرائيل وعندها مصالح ومع ذلك المؤسسه الملكيه اتخذت الموقف الصعب. وانت اللي ما عندك حتى التزام، ما عندك حتى شي حاجه، زعما داير هذا الموقف هذا المخزي. مقابل غير حماس، كاسن كيموتوا مساكن بولادهم. ياك انت حقوقي اش كتقول في الدحدوح اللي كنجدوا التضامن ديالنا معاه؟ اش كتقول في الدحدوح وائل الدحدوح ولادو واسرته؟ شتي ديك الجريمه شكون دارتها؟ حماس. تقتل صح 35 صحفي اللي قتلت دابا اللي قتلوا هاد الصهاين. بالمناسبه كاينه مسيره الوقفه غتكون نهار 2 في امام البرلمان ديال الصحفيين. شكون كتقول ياك السي احمد عاصي ماذا تقول؟ خلي حماس كتقول بصح ودي شنو شكون شنو زعما قول شي موقف كيما ما قلتيش في شيرين ابو عقلا كيما قلتيش بقوه يلا شنو وظيفتك عافيه ما كانت شي حاجه ريحه الاسلام ولا ريحه ديال الاسلاميين ولا العرب ها انت تما ديما العرب بالعرب ان العرب إن شنو هو العرب؟ العرب بشر بحالهم بحال امازيغ بحال الاكراد بحال الفرس بحال بشر فوق الارض فيهم الصالح وفيهم الطالح وهاد العرب دابا اللي انت عندك ما عندهم مشكل علاش 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 السي احمد ما كتهضرش انت بالامازيغيه علاش ما كتكتبش بالامازيغيه علاش ما كتفكرش بالامازيغيه علاش ما كتصرحش بالامازيغيه انا كون كنت بحالك شي انا نقسم لكم بالله وكنت بحالك عندي الامازيغيه اللي عندك كون نهضر ديما بالامازيغيه كنحمق انا على الامازيغيه دابا انت امازيغي وكتقول هز حامل القضيه الامازيغيه وحديثك بالعربيه وكتاباتك بالعربيه وخرجاتك بالعربيه كل شيء عندك على وتتنفس اللغه العربيه انت علاش؟ مزيان ولكن مره علاش؟ سؤال علاش؟ بغيتك تفكر بالامازيغ كتبنا بالامازيغ وتواصل بالامازيغيه مع الناس
ودافع على الفصل الخامس اللغة الرسمية الأمازيغية، دافع عليها وهضر بها وتقاتل بها. مع كامل الأسف سي أحمد، مع كامل الأسف، قال شنو نكملوا له بعدا باش نساليو مع هاد الحلمة ديالو. قال لك سيدي على أنه من استهداف المدينة وقتل مؤخذ بعضهم رهائن وتهديد بقتلهم وهم في الأسر أيضا، أفعال إجرامية ولا علاقة لها بالمقاومة، وتعرض على السكان غزة لعدو. واو واو، أنت يا سي أحمد عصيد كتكره الإسلام وكتكره المسلمين، ماشي كتختلف ولا عندك رأي، لا عندك مشاعر دفينة خايبة بزاف. واخا دابا أنت هذه هي غزة، شوف غزة كيفاش كتعيش هذا الجو هذا. شو شو، وبغيت نقول حتى دوك الغلمان بني صهيون في المغرب راهم بقاو غلمان بني صهيون اللي كيقولوا حماس. شوف حماس كيفاش كتعيش، شوف المواطن في حماس كيفاش كيعيشوا يوميا هكا خوتي المغاربة. شوفوا الصور، قلت تخيل لو كنت شي حشومة عليك السي عاصم، شي واش ماشي عيب الله عليك بهاد اللغة؟ خانت هاد اللغة كتعجبك ولكن واش ماشي عيب الله عليك انت وهاد غلمان بني صهيون؟ ماشي عيب الله عليكم؟ تصور البشر كيفاش كيف كيعاودوا بالله، أطفال 500 واحد مات في مستشفى، أطفال مستشفى وباقي من كيطلع حماس. قرن تقريبا ديال الاستعمار وديال القتيلة والشيوخ والأطفال والمساجد، وباقي البشر عنده مشكل مع الدين الإسلامي مع العرب مع المسلمين، وكيغلف انها قضيه انسانيه. وعاد تعالى قول قضيه، قولنا قضيه هتلريه، عنشوفوك في الشارع والدبز معنا، احنا ما مشيناش نهار الحد ديرنا شي مسيره انسانيه، خرج على قلتي فلسطينيه انسانيه، ديرنا شي مسيره، خرجوا على خمسه الناس توما، خرجوا قولوا ندين الاطفال، قولوا ان تيزوقوا لنا الهضره وان العرب وان كذا، هادشي كامل السي عاصم. لو عندك وظيفه واحده كتهرس المقاومه، هذه هي وظيفه التشويش. ما يوقعش واحد الالتفاف وواحد التعاطف مغربي وجزائري، كل عدد منكم كاين في تونس كاين في الجزائر، انتم مشتين في العالم مشتين، دوركم هو هذا التشويش على المقاومه، تشويش على المقاومه وتراسها وبلغه وكذا ومثقف وان المفكر فلان ولا فلان. حتى ملي كنا حنا كنواجهوا فرنسا ما كانوش كيضامن معنا الشرق الاوسط والفيتنام، لان الاستعمار ما فيهش حتى شي هذا المنطق، حماس ما حماس الدين، وان تبغي تختزل القضيه في الدين وتختزل القضيه في واش هذا عباد الله بان كيمون الامين العام مسيحي يعطي موقف احسن منك انت عايش معنا هنا في انت استاذ ما كيقراوش معاك العرب، ما كيقراوش حداك المسلمين، ما كتركبش في الطاكسي مع واحد كيسوقها من عندو احسان سايق بيك طاكسي، ما كيسوقش بيك واحد من اليسار القومي، واحد من اليسار القومي كيجي يصاوب لك الدار، واحد من اليسار القومي كيبيع لك الحوت، واحد من العدل الاحسان كيعطيك اللبن. عطيتك كنعطيك امثله، انت كتعيش وسط العرب وسط اليسار كتعيش معانا، وغوتيريس الامين العام الامم المتحده هو ما كيعيش معانا ومسيحي ويعطي موقف احسن منك اللي انت عايش معانا وعايش في خيرنا. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. تا وسطنا وسوسة جالس كتبان لك فلسطين حماس جالس كتشوش على الموقف، علاش السي علاش 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 شنو بغيتي تكون تتهضر بالعربية وتكون معانا وزيد معانا وغادي معانا وجاي معانا؟ واحد غوتيريس أمين عام، مال هذا المسيحي الأمين العام ماله؟
قال موقف، قال 50 عام ديال الظلم، انت قاري اكثر من غوتيريس، كتفهم احسن منه، عندك حس حقوقي اكثر منه انت. وعدد من الناس الاوروبيين والغرب كلشي كيشهد كاين جرائم كدير، وتجي انت وسط هنا عايش مع العرب وعايش مع المسلمين وعايش في فضلهم وفي خيرهم، وفي الاخر كدير هذا التصريح هذا كتشوش على الناس خدمه لماذا؟ شنو من اجنده هذه؟ ندخلوا لهاد التفاصيل المؤلمه. حشومه عليك السي عاصي، حشومه عليك كل مره تخرج تستفز مشاعر المغاربه ومشاعر، حشومه عليك. انا من الناس اللي كان عندي ليك واحد التقدير كبير جدا، خرجت من الحبس، خرجت من الحبس، ربما انت اول واحد درت معك حوار كليت فيه العصا وماشي مشكل، كنتي غير كدير شي مقال كنت كنلصقو في الاول في الموقع، كنت كنعتقد، ولكن في الاخر بنتي لي عندك مشاعر خطيره، ماشي بالضروره تتفق مع العرب والمسلمين، عجبني يكون عندك، لا شميت فيك ريحه كاينه فرق. المثقف لا يكون حاقود، المثقف لا يحقد، المثقف يكون عنده راي عنده مساف، لا انت عندك الحقد ودين، واعطيني شي ادانه للمستشفى، اعطيني شي ادانه للاطفال، اعطيني الدحدوح، اعطيني ادانه لشين ابو عقل، اعطيني شحال ديال المصحف انت حقوقي المصحف كيتشرك، شحال ديال الاعتقال اطفال تحت الارض، اعطيه موقف خرج بلاغ حيح حتى الناس مشاو دافعوا على راسهم. شنو بغيتي ويدي؟ حنا ما كناش كنديروا هجمات على فرنسا هنا، المقاومه هي هذه كيما كان مانديلا، كيما كاين المقاومه في فيتنام عاديه، كيبقى شنو المقاومه؟ حرب هذه مستمره ما عندهاش اجل. شنو كان الهدوء؟ ما عمر ما عشنا الهدوء، دائما المقاومه هي راه دارت رد فعل ورجعت ورابحه حماس. ها حنا رجعنا للقضيه كنناقشوها دابا، رابحه حماس، انت اللي شنو ربحتي؟ انت واد عباد الله اللي باغي تزرعوا الفتنه ولا تشعلوا العافيه قاس نتقسمونا هنايا، دخلتوا لنا وسطنا بهذه الاساليب. بعدا ماشي بعدا واحد الفكره، قال لك المغاربه اليهود كانوا كيقولنا راه عندنا في المغرب في اسرائيل 700,000 مغربي، وحنا عندنا 700,000 مغربي، طفروا لنا. شوف واش كيكتبوا دابا في الكراهيه، واش كيكتبوا في تدويناتهم، كيقول لك القتل كيحرضوا المدنيين المغاربه، انا عندي تعليقات ديالهم، كيحرضوا على القتل. هذو هما المغاربه اليهود، ها هما مغاربه يهود اي، ويوقفوا معانا ويأزروا الموقف المؤسسه الملكيه دابا مثلا. في عمر هاد 700,000 مغربي عطى شي موقف من الصحراء، شحال من وزير خارجيه داز مغربي، وزير خارجيه مغربي يهودي، شوف عمرو خدمنا قضايانا، واخا انا كنقول ما باغيش مواقفهم، انا عاك دوك اللي كيتهب اللي كيبقاو يهلوا بهم. ها هما 700,000 اش كيديروا القضيه؟ في عمرهم فكرونا هاد 700,000 في القضيه ديالنا الصحراء وفي قضايا عندهم لوبي وعندهم ريزو كتسخطوا كيخدموا ومجندين مع الصهاينه تما في العسكر وكيقتلوا وكيشاركوا في العمليات القتل وكيشاركوا وكيعطيوا الضرائب للحكومه وكيعطيوا. ودابا جالسين كيديروا تدويرات، واحد خينا بعد عندهم هنا مكتب اسرائيلي، هذاك بعدا ماشي ما نعرف هذاك ماشي مغربي ولا شنو هو، المكتب الاسرائيلي جالس فوق المغرب وكيسبنا شي في ذاك المكتب الاتصال الاسرائيلي وسط المغرب وجالس كيسب، وجايب واحد خيتي كتقول لك ما عرف شنو حنا خروطو اللي خرجوا في كذا، ولو كيسبونا في بلادنا واحد السيد مثلي ولا ما عرفش مثلي شغلو هذاك، ولا قال لك كان غيدير خليه المثليين هنايا، قال لك بدا كيقلب على واتساب وكذا. الناس اللي كينخروا في البلاد هنايا زعما ماشي حشومه عليكم، الناس كتقاوم، الناس كتقاوم، الرجال كيقاوموا، كيقتل لك شي واحد مخزون في بيسي وكيبقى يهضر تيو 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 انا بعدا والله ما نقدر. تطلع عصافي تولي بحال الفار، بعدا شي واحدين بحال الفار، تعرف الفار بوق ما يقيم، مازال الفار عنده الشجاعه بوق يقدر يخرج يجيب مطيشه، ترى البشر كيفاش جيت كنبقى غير كنش انا كون سبع وكون يعجبني من نعرفوا شجاع عندهم حتى بنادم معاه كنعرفوا انا وكيبقى يكتب، ما كاينه لا مسؤوليه ما كاينه لا صطافيط ما كاينه لا شوك ما كاينه وكل مواقف والناس قازه كتواجه القرطاس مساكن شوف فيه عايشين حماس، الناس كتواجه وكتحرر بلادها وكتسجل موقف للتاريخ وكتستشهد. واحد قاس هنايا في اخر ان المقاومه ان حماس وان حماس، حتى سير تعتقد على حماس وحتى سير تكمش، نقولوها بالدارجه سير تكمش، من تقول حماس شل فمك بالحليب، انا حماس عندي مع حماس ما نتفقش، ولكن تعجبوني الرجال. واش تقد على حماس؟ انت ما قادرش تهضر، انت ما مقدم هنا كتموت كترعد، انت موقف حتى تدوينه ما تدافع على حرفتك على صحتك، كون شجاع وعندك مو عندك قضيه واخا تجي معاك النقاش، انت بنادم هنايا كتلقى مخزول واحد كيحرك وعب تليفون كيترعد على بوحدو وبغيت ترجل على حماس اللي كتواجه الصوارخ فوق دايره عمليه نوعيه ما قدرت ديرها حتى شي واحد فوق الكون. الانسان خصو يكون قد فمو قد دراعو ويهضر على قدو ويحترم الرجال ويعترف بالرجال، حماس رجال اختلفوا معاهم رجال اعادوا للعروبه وللاسلام وللحركات المقاومه عزتها وانفاتها و يعني حقروا الصهاينه
والله واخا دير اللي بغيتي بانت بانه ما كاين لا جيش لا يقهر ولا والو، مجرد عادك عا بيتهم اهون من بيتي عنكبوت. هذه عام مساله ما فيهاش نقاش. وهاد العمليه اللي كدير اليوم، ولا تيقول لك وانت المغرب انتم في المغرب هضر لي على المغرب. اسرائيل يا ولاد الحرام، يا اولاد الحرام، والله حتى ولاد الحرام نهضر معكم بالدارجه. شي اي ولد الحرام تيقول لك خويا انا المغرب، عرفوا ولد الحرام مقطر، احسن تعبير نهضر بالدارجه باش يدوز بيناتنا الكورو. من علامات ولد الحرام المقطر هما دوك الناس اللي كيبغيو يفصلوا الام ويقطعوا وشائجها، حيت هذه امه، هذه امه عندها تاريخ، عندها كذا، تربينا هكا احنا امه، القران تيقول لنا احنا امه، الاسلام تيقول لنا امه. ولاد الحرام المقطرين خرجونا على القران وعلى السنه وعلى التاريخ وجابوا لنا فلسفه جديده، تيشتونا من الداخل. اهضر على المغرب، شداك انا اهضر على فلسطين، ولا تقاس البرازيل غدا غنهضر عليها، ولا تقاس الكونغو غنهضر عليها. انا انسان كوني كندافع على كل شيء، وانا في مواجهه الراسماليه المتوحشه اللي عندها علاقات بالمغرب وفلسطين ومع اسرائيل ومع كلشي، كنواجههم كاملين بطرق. انت غتوريني فين غنتصارع؟ وحنا كنضلوا نهضروا على المغرب الداخل، كنعياو كننساو حنا القضايا، كنقول لا المغرب هذا، وانتم كتهضروا على المغرب الداخل. اش نقول انتم ملي كنهضروا على الداخل كتواجهونا، ملي كنهضروا على شو كتعدوا راسكم مطورين. وهاد اليهود، هاد اليهود المغاربه اللي كيهضروا على اسرائيل، مالكم ما كتجيبوا تواجهوهم بهذا الخطاب؟ المغربي المسلم ما يهضرش على الفلسطينيين، والمغربي اليهودي يهضر على الاسرائيليين، ياك ما كتقولهمش ديك السك انتم يهود مغاربه جدعكم كذا، خليكم في الشان الداخلي المغربي. ها هما هنا مغاربه تيكتبوا يهود، قاس انت حرضوك، علاش ما كتواجهوهمش بهذا الخطاب؟ كتواجهوا على المغربي المسلم باش تحاصرونا، ولكن هيهات ثم هيهات. واخر كلمه بعدا السي عاصيد في هذا الموضوع، غنعرض عليك واحد الفيديو، انت وغلمان بنو صهيون، غلمان بني صهيون اللي في المغرب، انت وياهم. غنعرض عليكم واحد الفيديو، انا لا اعرف شنو الشعور اللي عايشكم، والله ما عارف. من اخ زعما تصور هادو البرلماني اش من دوله هذا، عا سمعت كيقول، قال لك ايه حماس دارت ودارت، ولكن تاريخيا هاد الاسرائيليين كل نهار كيقتلوا، كل نهار كيذبحوا، كل نهار كيستوطنوا. شوف الناس، ما هو عربي، ما هو مسلم، ما هو امازيغي، ما هو ساكن معانا، ما هو من حماس، ما هو الجهاد الاسلامي، ما هو من فتح، ما هو ليبي، ما هو موريتاني. شوف الناس كيفاش كيهضروا، كيفاش كتحسوا نتوما اللي مغاربه. اسمع اسمع شوف. Let us be very clear. Hamas breached international law on the 7th of October. Hamas targeted innocent civilians in the most callous and inhumane manner, and their actions have been rightly condemned by right-thinking people across the world. But we should also be very clear, Israel has breached international law, not just on every day since October the 7th, but virtually every single day for decades. Israel occupies Palestinian land against international law. Israel blockades Palestinian territory against international law. Israel builds and expands illegal settlements against international law. Israel enforces an apartheid system that restricts the movements of Palestinians and denies their fundamental rights against international law. And Israel regularly and systematically attacks and kills Palestinian civilians against international law. So the question that must be answered by all of us in political life is this: how does the world respond to flagrant abuses of international law? When it comes to the horrendous war crimes of Hamas, the response was very clear and very consistent. World leaders queued up to say Israel has the right to defend itself. One after another repeated the words, the great and the good, including our government, Israel has the right to defend itself, repeated in statement after statement, tweet after tweet, despite the full knowledge that those words have become contaminated. The words Israel has the right to defend itself means in practice that Israel takes that right as license to bombard civilians, to bomb schools, hospitals and other civilian infrastructure. And it has now been taken as license to enforce the displacement of 1 million people from one end of an open-air prison to another, to deny food, energy, medical supplies to a besieged civilian population, to actually deny them water, to ensure that children, the sick, the disabled, the elderly will literally die of thirst.
Israel has the right to defend itself has now become cover for Israel has the right to commit genocide right in front of our eyes. How come we never hear the words Palestine has the right to defend itself? Not when a humanitarian flotilla bringing essential supplies to Gaza is met with a military assault and the murder by Israel of 9 unarmed activists. Not when Palestinians march in peaceful protest against a legal blockade and are met again with a military assault and the murder of 300 of them. Not after the countless bombings of Gaza by Israeli forces. Not even when Israel targeted and murdered 4 little Palestinian boys playing football on a beach. And not when Palestinians were dragged from their homes and forced to watch as those homes were destroyed to allow for a new illegal Israeli settlement on lands that are clearly defined in international law as part of Palestine, and not after the countless offensive attacks by Israel against the people of Gaza or the West Bank, have we or any heard anybody in this house or any Western leader utter the words Palestine has the right to defend itself. And why not? And by the way, I'm not asking you to say those words, and in fact it's just as well you don't, because we all know that the people of Palestine can't defend themselves. Not against one of the most powerful military forces in the world that is backed up by even more powerful military forces. The truth is that the people of Palestine, just like the innocent people of Israel, don't need the international community to tell them that their leaders have the right to inflict more bombings, more pain, more suffering. They need the international community to say stop, to say release the hostages, to say stop the bombings, the siege, the slaughter. They need the international community to tell Israel to stop the blockade, stop the apartheid, stop the annexation, to stop the genocide. And they need countries, Taoiseach, to lead the way. And Ireland should be one of those countries that leads the way. We know colonialism. We know oppression. We know conflict. But we also know conflict resolution. We know peace building. We know nation building. And because of what we know, what our history has taught us, our call tonight must be clear. Immediate, full and unequivocal ceasefires and a decisive international intervention that leads to negotiations and to a lasting and just peace settlement. And to at long last, to a free, sovereign and independent Palestine. هذا دابا كي كيحسوا هاد الغلمان بانو صهيون هنا كي كتحسوا كيفاش كتشوف واحد الانسان ما عربي ما امازيغي ما مسلم ما سميتو محمد ما سميتو دريس ما هو في قبه مغربيه ما هو في تونس ما هو في موريتانيا ما هو في ليبيا كيهضر بهاد الشيء زعما على ولد جلدتك كاس كينخر في المقاومه وكاس كيسوس شنو المصلحه شنو على من اجل ماذا من اجل ماذا كامل الأسف خوتي المغاربة كنشكركم وإلى اللقاء.